نرجع لكم مرة ثانية. الحلقة الأولية يعني اللي قبلها طولت وايد الصراحة، وايد طولت يعني ساعة. الحلقة كانت ساعة يا جماعة، كانت ساعة 70 ساعة، واللي هو تومتش الصراحة. أنا أشوفه يعني مش منطق إني أحط حلقة ساعة. أنا أعتقد إني غلطان صراحة، أنا ما أعرف أبو رأيكم أنتو. حلقة ساعة أوكي وياكم، ولا حلقة ساعتين، ولا حلقة 3 ساعات، ولا ربع ساعة، ولا 10 دقايق، ولا بلاها، ولا خلنا أحطيه ننتج إنتاجات جديدة. الحين اللي أنا كنت متلعوز فيه نبال نسوي اللي هو الفيول اللي هو حق شو بيكون؟ حق النيوكلير. فأنا قعدت وهذا يورانيوم فيول سيل، شوفوا هذا فيول سيل، نحن نبغى نسوي هذا. يعني إذا سوينا هذا وهذا وشليناهم وكبسناهم، شي يتحول يورانيوم فيول سيل. نجيبهم هني، يبالي وقت شوي، لحظة. وحطيناه هني بس هيت اكستنجر، يبالنا انه بيرفع حرارة صح؟ لحظة خلنا نشوف شو بيصير في الكهرباء عندنا. هذا سوي شي في الكهرباء، ما اعرف انت تسوي شوي ولا ما تسوي شيء، ما اعرف صراحة، صراحة ما اعرف. خلنا نشوف انرجي كونسبشن نيوكلير رياكتر. اظن في طريقة معينة ننتج منه كهرباء، مش بالطريقة هاي. الطريقة هاي اللي انا قاعد اتبعها الحين غلط، ومش مفروض اني اتبعها. هيت اكستنجر بحطيه هني، هني صح، مع منو؟ مع الماي اللي عندنا. خلنا نجيب ماي من البم دايركت بدون وصلات مع اي حد. هذا جزء من النووي كيت اكستينتر، بس مع منو الحين؟ هو كم هيت اكستينتر محتاج؟ شوفوا ترى الموضوع يطلع روح، ترى انا اخبركم، ترى الموضوع هذا الحين حرارة health energy consumption 10 مليون واط، consumption 10 مليون واط، heat pipe لمنو وصل heat pipe heat exchanger يعني ولا كيف؟ لحظة خلينا نحط الهيت بايب هني زين، ونحط الهيت اكستنسر قدام. اوكي هذا هيت اكستنسر. والله الدفاع حلو الصراحة، يبغى اسوي واحد منه هناك صوب ثاني. زين اذا نحسب الموضوع كله، ترى موضوع استاتكس صعب الصراحة. يعني انا صراحة انسانا محتار حاليا، هل هذا ينتج ولا ما ينتج، ولا ممكن انا احط ستيم انجن ومن الهيت. اوكي انا اتصور تبو هاي بالا اساسيات في معرفة الطاقة يا جماعة، ترى انا بخبركم يعني فلا تلوموني. انا قد بسوي اياكم على الهواء، ما بسوي بروحي على الهواء، على شو اسمه، على الحلقة، وقد بسوي معاكم
فدونت بليمي عشان نستكشف مع بعض. شوف الستيم توربين، حلو هذا الستيم توربين، انا اتصور انه بيشتغل بطريقه نفسها مشابهه، ومنه بنوصل كهرباء. بيرفورمانس يبغى ستيم، كونسومز ستيم تو كرييت الكتريك انرجي. اوكي يعني انت يا صديقي شغلتك تسوي حراره، وانتو مش وقتكم. واو مكان جديد قاعد يهجمون. زين هذا مش مفروض يطلع ستيم؟ لا اوكي 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 تشوف في علامة ستيم هني، طلع منه شو هذا اصلا. خلنا نسوي لنا كم واحد من هذا، نرفع هذا لفوق. نيو كرير، وين صرت يا نيو كرير؟ شرد، خلنا نفتك من هذا لحظة. نيو كرير وين راح؟ انا خلاص ترى مخي دارة. نيو كرير هذا خلاص بيحر، يسوي حرارة، الحرارة هاي تنتج لنا مي، المي هذا نحن نحط فيه شو ستيم انجن، بس شكله يشل وايد من سراح الهجوم. اوكي هذا هو، انا مصور قاعد ادور عليه. زين وهاي الحرارة شو تسوي؟ نحن ننتج عن طريق الحرارة هاي شو بخار، ده السبب نحن شو نسوي؟ نسوي هيت سينك، وما شاء الله في اماكن حق وايد ترى، مش حق واحد ولا اثنين. وبالطريقة هاي، او ممكن نحن نأخر هذا على مستوى الماء لحظة. زين مو مشكلة، بعدين تعديلات بسيطة ممكن نسويها. بس الحين التعديلات الأساسية كان مكانه حلو، أنا خربت مكانه. أوكي هذا الهيت بايب هذا يحره الحين، ونحن نطرش الستيم حق منه حق صديقنا هذا. بس الحين شو محتاج هذا؟ فالحين كم حرارته بتوصل؟ ها قامت ترتفع حرارته، ونكون بالعملية هاي انتجنا كهرباء. ونعيد العملية هاي كم من مرة على هيت سنك الواحد. ممكن نحط اتصور كذا تربين بيكون ممكن نشل، مش ستيم انجن واحد ولا شو اسمه واحد، لا اكثر من واحد. وضع في العلالي بيكون بعد. وين صار ستيم انجن؟ ترى راسي دارنا شوي مع الستب هذا. زين فهذا النيو كرير، بس حرام اني اسوي بس هذا الكهرباء اللي انتجها. بس ليش ما قاعد ينتج؟ بعد ما حر الماي كفاية شو ارفع الحرارة، ارفع كم حرارة الستيم اللي يحتاجها. زين بس ترى يعيش، يعني الحين لو طاح لحبة ثانية بيعيش. زين يلا تمبرتشر بعد ياس يرفع الحرارة، يرفع 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 لين متى؟ ما بيودي لستيم شو؟ خلنا نشوف البروسس، وبشوف داخل البيب الصراحة كم درس الحرارة اللي ترى انه يوصلها يعني. زين اذا حطي اكثر من هيت سنك لحظة بيرتفع اسرع.
اذا نحطي بعد هيت سينك. وين الهيت سينك هذا؟ وش يبغانا كوبر؟ خلنا نحط هيت سينك ثاني. وبعدها ترى قاعد يرفع حرارة، خلنا نشوف. خمسمية بيوصل، 500 اظني بينتج، بس اذا هاي الحالة وايد بيتأخر عليك الانتاج. ليش هذا التأخر؟ انت عشان تنتج خسرت نص البترول اللي عندك. وصل 500، اوكي بدأ يشتغل ستيم. مليون واط، خلنا نشوف وضع الشعب الحين. خلنا نشوف هني ابعد ناس كانوا وضعهم تعبان، كلهم مية مية الحين. حلو، وايد حلو، very nice. هلا سوي ستيم انجن ثاني، بعد يبالي مية كبر. يا الله الكبر هذا، لحظة هذا فحم، ما بنا الفحم هذا كله والله. استوت عندي مشكلة هني بسبب تداخل الفحم، تداخل الزفت مع الخط، تداخل. انا كنت مشغول عنه بشكل مش طبيعي. وما عندي مكان الحين احط اي شيء اسرع، ما عندي. خلنا افتك من الفحم اللي عندي، لان كل الخطوط الحين لازم نبدلهم فحم. كل الخطوط خلنا افتك من الفحم اللي عندي، خلنا افتك من الاور اللي عندي. بعد عندي وايد اور ما ابغى، خلنا افتك منه. ريسيرش خلنا افتك منهم. تعال ما في مكان افتك منك اول مكان. تعال انت هني افتك منك، وانت انا ما ابغاكم كلكم. بدينا ننتج والله بالطاقة النووية ترى، على فكرة يعني نستعمل بركات الطاقة النووية. زين، والحين نبغى منك انت. تعال عندي واحد، مو بواحد، وبقى كفاية حق هيت اكستشينج. هيت اكستشينج بعد مهم، اربع خمس، خلنا نسيبهم كلهم. مع ذلك الخطوط شغالة، ها شكله شغال مية مية. بعد شوف، لا مش مية مية، ابدا مش مية مية. ليش ما عندنا الكتريك سيركت؟ ليش ما عندنا ستيل؟ لان هناك المكان مخبوص، ما نظفته انا. زي ما جبت العيد، ان شاء الله رومش كل شيء، شرارة مش لك شيء.
زين، وعندكم الأورس زين، وعندنا فران قامت تستعملها صح. ما عندي فرنسا استعمل فحم الا الاوليات، اظن بيصير بفضي في الاوليات خلاص. لان الستيل مش مفروض يوقف، الستيل اذا وقف مش الستيل، الايرون اذا وقف مصيبة مصيبة مصيبة. تعال بس افتكينا منهم. عندك هاي نفتك منهم. عندنا الحين سير نحط منو ستيم انجن الثاني برفورمانس. ليش قاعد ينزل حرارة هذا ولا الف؟ لا 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 الف ثابت على الف ممتاز، بس يبغى له وقت اظني على اساس انك تبدأ تحطي فيه شو. زين هذا وهي تسنك ثاني، يلا بيبدأ هذا. اوه خذ حرارة على طول من الثانية. نايس نايس. هذا نووي على فكرة، هذا مفاعل نووي لكن خرن منه شو فايدة. لحظة ليش مو منه فايدة؟ انا بخبركم لانه يبالو وايد يورانيوم، وايد يورانيوم يبغاله مش شوي. انا تو ماتش يورانيوم يبغاله، بس اظني بيعيش اتصور. اظني بيعيش لانه يورانيوم الحين سنتجه، بس هني اللي قاعد تسوي له في بروسيسور بيدو 3 كرييت 238 يعني هذا نقدر نسويه عقب. هذا شو اصلا 238 اقدر اسوي له اعادة انتاج بيكون. هسه طبعا اذا انا قاعد اطوره الحين كان كل شيء واقف من ساعة. خلنا نشوف الحين، خلنا نشوف 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 اقول لك حلال عليك خلي يصير هناك. انا هناك الحين بصير اسوي قاعدة دفاع الحين الحين. الوضع ما عاد يقزر 1 2 3. هذا عندي موبا بس ابا طلقات طلقات موجود عندي تحت، كان نمسين طلقات صح اول ما بدينا اللعبة. خلنا نشيل طلقات قد ما نقدر وصير يسوي قاعدة حماية من أول وجديد. انزين تعالوا بسوي قاعدة هني، بس أول شي خلني أحمي نفسي لأن الوضع مش جيد هني. اذا مت بيكون يوم مسود. عندي وايد سامان، هاي العايشين مخدرة خادر بحطي لي واحد هني بيرصاص. الحين الخطة شو تقول؟ تعال بدلك
عندك كهرباء ممتاز. الخطة تقول كالآتي: أول شيء سوي ليتات، حلو، نيب جدران، حلو. شو أبغى أسوي؟ أبغى أسوي قاعدة مو بصغيرة ولا كبيرة، قاعدة حلوة تكون، يكون ما أخرب فيها المبنى، حلو. ويا حبذا لو أتعلم أحط بوابات. وابوك زليغني الخايس الله يخسه. زين خلنا حطينا ليزر هني، ليزر هني ورا، ونحط لنا كهرباء. زين وبسوي فريم ثرور. زين وبحط هايل. زين وشل هذا برايا، احط رشاش، رشاشين، ثلاثة اربعة خمسة ستة، هاي قاعدة طيبة. حلو نسوي فريم ثرور بأي اتجاه؟ بالاتجاه هذا. نشوف هالقاعدة هاي تكفي ولا ما تكفي. المفروض انها تكفيهم خلاص، ما يحتاجون اكثر. اقل مكان هذا باور سبلاي مالي صراحة وايد عزيز ولازم يأدي. اليورانيوم ما ظني لحين بيكفيني. ان شاء الله القاعدة تسوي شغل هذا. معين من اخير نفس هاي اللي اقول، لانهم يلزقون في الادار فيضربون الادار مع منو؟ مع القاعدة. فخلني اكبرها شوي. اول شي نسوي باب هني، لان لاحظ يلزقون في الادار يضربون الجدار مع منو؟ مع المسدس. فاظني ها واحد من العيوب اللي يخليهم اللي عندي ينضربون وايد ضرب ما له داعي. فخلنا نشوف ان نخليهم بعاد عن الادار حبة، اظني ها بيكون وايد افضل، وايد حل افضل. حتى ممكن احط هني بعد واحد مرة ترسل هني المكان رشاشات. خلاص نعم مليت من هالمكان من كثر ما ينرش، وايد ينرش هالمكان. بس خلاص الحين هناك دفاع اظني تأمن، والطاقة النووية شغالة، والريسيرش ماله. خلنا نشوف الحين الريسيرش ماله شو اللي قاعد ينقصني انا الحين حق الريسيرش هذا. البنفسجي فقط، البنفسجي صح. ايش بس البنفسجي تبون الصدق؟ لان انا مسكر الدرب عليهم اصلا، فترسلنا اصفر يوم كان الاصفر ينتج وما عندهم ينتجون شغلات ثانية. فأصلا إذا كان سريع أنا مسوينه بطيء، وأنا مغلط غلطة شاطر، وغلطة الشاطر بألف هنا. غلطة الشاطر نعم منها بألف. هذه الحين رسر شوي بيمشي أحسن، بس قامية موتر، قامية عندنا موتر ممتاز. هذا تشوفون الموتر، هديت له دفعة حلوة أنا من فوق، بس يبالي ألف وشي ترى. بس يبالي أسير فوق ونزيد إنتاج الإلكتريك موتر، ولا إيش رأيكم؟ الستيل قام ينقص شوي. شو أخبار الحديد عندي؟ زين
بس يباله وقت لين يرجع تدرس شكله، يباله وقت. من آخر مرة كان الوضع غير، كله في بالثمانمية والألف، فشو بسوي؟ خلنا نزيد الأفران هنا، عندنا كهرباء ما عندنا مشاكل. بعد كل هالحصة اللي مسوينا يقول له ما عندك حصة، خلاص الشنطة هاي فل. معناه الشنطة هاي فل، خلنا نشيل هايل نقوم هني مرة ثانية. خلا انت ما في بترول، شو هذا؟ شو ما عنده ستيل؟ شو مشكلتنا مع الستيل الحين؟ استوى عندنا مشكلة مع الانتاج، ما ينفع سوي بالطريقة هاي. المشكلة مش في السبريتر كثر ما هو المشكلة نبغى فاستن سيرسرز خاص. رغم بدلهم زيادة، انا ليش من الصبح مطفر بنفسي سؤال؟ لحظة، ترى هالحركة تخلي انت تسمع، انا ابغى انتج دفعات اساس استعملهم على طول. انا اتجنب ذاك الدرب لانه ما ابغى يقني عق، هذا هو. هذا حس ما يشل شيء صح؟ لا يشل، كلهم فل فل. معناه لازم ازيد البيرنرز، بس مو بزيده هني، بزيده هني بالسبلتر. اكيد ما عندي اسوي سبلتر، اكيد متى عندي؟ ليش يكون عندي سبلتر اصلا انا؟ ليش؟ سبلتر السريع نزيد. سبلتر سريع ونبقى درب سريع. اذا لحق هذا زين، هذا بنشله هني بنحطيه زين، بنسوي له طريق مع هذي حلو، اساس ان يكون مجال نحطي. اظن بيستوي عنده مجال احطي واحد هني. لحظة، ما بيستوي مجال، لا بس مش مشكلة عادي، مش قضية ترى. مو عندي كبر اصلا اسوي اي شيء، عندي مشكلة مع الكبر، عندي مشكلة مع كل موارد، انا ما في موارد كافي بصراحة. اللعبة هاي فيها نقص موارد، كم تحس معنا في البداية كان عندنا وايد موارد، بس الحين احس في النقص، في نقص الموارد قمت احس في شيء جبار. يعني مهما كان كميه اللي نسويه في احتمال كبير يستوي نقص موارد في اي لحظه بصراحه. ثلاثة سبعة عشرة، اقول سوي كلام وقفت على هاي
وقفت على هاي يعني وقفت. وين السريع؟ فينا كم واحد سريع؟ نحطي لنا من السيرترز هذا لهم. هذا السريع. اوكي. هذه الكهرباء حكم. يلا. انتجوا الحين. سوينا خط ثاني. جباري. ان هذا الخط بعد بيضيع ترى. يعني نصه ما قاعد يستعمل. بصراحة. فاللي راح يستوي راح اسوي سبلت حق هذا مرة ثانية. ابغى اسوي سبلتر ثاني. اخبركم ليش. برجع مرة ثانية خط على هذاك. ولا لا ما يصلح لانه قاعدين قصتفتو. ولانه قاعدين مش ملحقين. مش ملحقين ابدا. ابغى انتج اكثر. بس الخط هذا وايد اطول من اللي انا توقعته يعني. بس الحين بدأ الانتاج يزيد واللي هو ممتاز. شوفوا هذا بدأ يترسل خط ترى. ممكن نسوي حركتنا السحرية مرة ثانية. هجوا مكان ثاني على فكرة. لازم يصير اسوي قواعد. زين. بيبدون كلهم ينتجون عقب شوي. لاني وزعت الخطوط. زين. وين صار هاي التلاب. في قاعدة عودة يصير على قاعدة ثانية. يصير فوق ونصير تشوف زفاع فوق كيف وقف. بس الحين بنحطي حق الجماعة رصاص. بنسوي دار قاعدة صغيرونة هني. خلص الإدران عليه. في ليزر عندي. أروح أسوي واحد بسوي لهم واحد. أبغى كهرباء من هني موجودة. قال إجاز الليزر بردره. في فوق عندي هجوم بعد. بس هنا يكفو عليهم ما يخاف عليهم. قاعدة قوية. قاعدة جدا قوية الصراحة. كانت مشروع وايد ناجح. وايد مشروع ناجح. زين سوي لنا الليزر. خلنا نحط نروح. الله يستر عليك. يلا خلص خلص. هني ما عندي شيء. بالي فريم ثرور. لكن فريم ثرور وايد مفيد ضد الجماعات. واحد فريم ثرور ورا مية مية صراحة. بس أنا هذا بيرفع ضغطي. هذا هذا قاعد يصلحون مساكين. زين قاعد يصلح هذا قاعد يدمر. زين حطي فليم ثرور هني. نسير فوق ندافع عن المنطقة.
دافع عن المنطقة، نسوي قاعدة ثانية فوق. فليم ثرور بعد، ما عندي رادار، لازم بدنا نحط دفاعات قوية. شو انهم قاموا يقون ترى الكلب، وانا بعد ما قاعد اصير اهجم عليهم، المفروض اصير اهجم عليهم تبون صدق. ف خلنا نشوف هذا شو قاعد يسوي الحمار. مش موجود، ما جبت معي جدران. كل هذا ما يجي جدران ترى. صبر خلنا نصير اني بجدران. سبعة وايد اكثر ما نحتاج. شو احتاج حق هذا؟ ستيلو. نشوف مشاكل الستيل تنحل الحين ولا ما تنحل. اشوف انتاج الحديد تعدل شوي، بس عندي الطلب وايد عالي والانتاج اظني ان كل ما نفرش اكثر كل ما يكون افضل ترى، فانا مغلط شويه. ف ما فرشته بما فيه الكفايه. ايش الهايل والستيل بليتس. ابا ستيل من وين؟ الستيل الاول كان عندي ستيل وايد، الحين قام بطني يعورني يوم يشيل الستيل. في عندي ستيل بيبول الجماعة الحين. لحظة، هذا الستيل وصل. تانكيو. سوي فليم ثرور ثاني وليزر ثاني، بسوي قاعدة كبيرة شوي هناك. لازم كلها قواعد الحين، كلها شغل قواعد قواعد قواعد، ولا ما يفيد ترى. خلاص الحين بدأ ينقص هني، خلنا نشله. نكون قاعدة هني. قاعدة ضخمة. اعتبر ضخم ترى. بالنسبة للعبة هذه. تعال ابا رشاش، رشاشين وليزر، ليزران، نسوي ليزر ثاني حق القاعدة اللي تحت، نسوي فليم ثرور هني. زين، نسوي رشاش ثالث، رشاش يباله هذا. انتم مشكلة نحط لك كهرباء امورك في اللبن. بس شغالين، ما تبغى رادار صح؟ نبغى قاعدة هني بعد، قواعد لابد منها. هذه قاعدة بعد، بس مو بعجبتني. لحظة، تعال نسوي جدار هني، وهني بنحط أربع رشاشات عند بعض، ثلاث أربع. نحط فريم ثور وراهم حق اللي يجي. حط ليزر تغطية. ايوه، نحط كهرباء. هذا كيف عندنا كهرباء؟ عند هاي اللي بالهم رادار. اوكي، ترتيبهم حي هايل. سوي واحد، ما عندي حق ليزر برايه. تكفي تكفي بزيادة بعد. فسوينا الطاقة النووية، سوينا كلثوم، سوينا دفاعات، سوينا قواعد. فان شاء الله في الحلقة القادمة نكمل لكم
التطور اللي بعد الطاقة النووية إن شاء الله.